نعم، مرحبا زميلي أسامة، ومرحبا لكل متتبعي تلفزيون النهار. إذن كما ذكرت، الندوة السنوية الأولى من نوعها للبعثات الدبلوماسية والقناصل هنا بالجزائر تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان العمامرة. الندوة حضرها قناصل وسفراء وبعثات دبلوماسية الجزائرية عبر مختلف بلدان العالم، إضافة إلى المبعوثين الخاصين السبعة الذين عينهم رئيس الجمهورية مؤخرا. الندوة وجه فيها رئيس الجمهورية تعليمات وأسدى توجيهات للبعثات الدبلوماسية، أين أكد التركيز على الدبلوماسية الاقتصادية وكذا الجالية. في شق الجالية، أكد رئيس الجمهورية على تخصيص رقم أخضر للجالية، رقم مجاني من أجل يمكن رفع انشغالاتهم، مؤكدا أن الجزائر لن تسمح في مواطنيها في أي بلد كان. رئيس الجمهورية أيضا قال أنه لا مانع لديه من أجل تخصيص ميزانية للسفارات عبر دول العالم من أجل تشكيل لجنة من المحامين للدفاع عن الجزائريين في حال حصول أي مشكل لهم. رئيس الجمهورية أيضا أعلن عن انعقاد القمة العربية بالجزائر خلال شهر مارس المقبل، مؤكدا أنه يسعى من خلاله لإصلاح الجامعة، ودعا أيضا بعثات السلك الدبلوماسي إلى التحضير لها من أجل إنجاحها. رئيس الجمهورية أيضا كما ذكرت ركز أيضا على الدبلوماسية الاقتصادية، وقال عليكم للترويج للمنتوج المحلي في بلدان الخارج، مع يعني التأكيد على ترقية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي، مع أنه لن يتسامح مع أي دولة تتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. رئيس الجمهورية أيضا وفي كلمته التي ألقاها أمام البعثات الدبلوماسية أكد أن إعادة العلاقات مع الدول الإفريقية بعد الفتور الذي عرفته لسنوات، وكذا مع الدول يمكن أمريكا اللاتينية ككوبا وفنزويلا، وخاصة ركز من خلال الدول الإفريقية على نيجيريا وجنوب إفريقيا. زميلي أسامة، أيضا هذه الندوة تدوم 3 أيام، أين ستضع يمكن البعثات الدبلوماسية لخارطة طريق جديد للدبلوماسية الجزائرية نظرا للتحديات الاستراتيجية التي تعرفها الجزائر في الوقت الحالي، خاصة وأن رئيس الجمهورية أكد على أن الجزائر مستهدفة بحرب من الجيل الرابع. هذه الحرب الذي قال فيها الرئيس أنها لا تستهدف استقرار الداخلي للجزائر، إنما تستهدف أيضا إفريقيا والشرق الأوسط. جميل. يمكن زميلي أسامة هذا كل ما لدينا إلى غاية اللحظة، في انتظار بداية الأشغال للفترة المسائية لهذه الندوة للبعثات الدبلوماسية والقناصلة. طيب. الندوة التي يريدها رئيس الجمهورية ألا تكون سنوية، بل يسعى لتكون نصف سنوية لدراسة كل المستجدات العالمية والدبلوماسية للجزائر. وهو كذلك أمينة بن نبي، مفادتنا إلى قصر الأمم حيث تجري أشغال الندوة السنوية للبعثات الدبلوماسية. شكرا جزيلا وقت لخ